اهلا وسهلا لبنات الغزالات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير، اش اخباركم؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. وانتم كتشاهدوا الفيديو ديالي، نبداو على الصلاه على نبينا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. كي دايرين الميمات؟ كي دايرين الخوت الخواتات؟ نتمنى ان شاء الله يلقاكم الفيديو ديالي بصحه جيده. واليوم جيتكم فيديو جديد ونهار جديد، وخطولت عليكم غير شي 4 ايام دابا، ما عرفتش والله ما عرفت 5 ايام غير تلهيت البنات مع جميع الحوايج وجميع الدار. وكنت هذا الفيديو صورته لكم التقليه، كنت صورته لكم وكنت باغا نزيد فيه شي حاجه، ومع كنجمع في الدار البنات ما بغيتش نخلي الدار هكا مطلوقه. راك عرفتوا الغبره، من كتجي كتعودي تخرجي كلشي، كلشي كتسوسيه. المهم عندي كلشي مصبن، كلشي جمعته، جمعت الصالون هو الاول البنات. هذا النهار فاش درت البنات التقليه، درتها يمكن البنات الاثنين، درت البنات التقليه وديرت العيد البنات، كنت باقا ما درتهاش، وقلت لها خليتها هكا في الثلاجه غادي نجلس انا شهر، غتخسر غتبسال الحاجه ملي كطوال هكا في الثلاجه، راه ما ديكش بحال فيا باقا. المهم باقا جديده. ايوا المهم ما طيبتهاش البنات هكا نهار كنطيبوها هكا ليله العيد او نهار ثاني عيد، راه كنديروا التقليه، غير انا ما درتهاش البنات وصافي. وشاركتها معكم، راني دائما كنشاركها معكم. مهم كل واحد والتقليه كيفاش كيدير ليها وكيفاش كينصبها، كل واحد والطريقه ديالو. تبارك الله حنا هكا البنات راه بزاف، كل وحده والطريقه ديالها في الطياب ديالها، وكتاخذي افكار من هنا ومن هنا ومن هنا. ايوا المهم شاركت معكم التقليه ديالي، ديما العطريه اللي كندير فيها، كندير سكينجبير، كندير الخرقوم، كندير البزار، كندير هكا عشق صغيره ديال التحميره، ما كنكتبش انا التحميره. درت البنات واحد الراس ديال العاشقه هكا ديال المروزيه، كتعجبني البنات المروزيه هكا منصوبه. درت البنات عاشق هكا ديال القزبر ليا، بس هنا كنت كنطيب البنات الخبز. المهم كنت عاجله العجينه هي الاولى البنات، طيبت الخبز عاد نصبت التقليه. ايوا المهم درت قبيصه ديال الملح البنات انتما كتشوفوا، وغادي ندير زويته بلديه. ودرت البنات الضامه هكا ديال الثومه، ودرت الضامه البنات ديال التصفيره ديال الزعفران الحر، زعما زعفران الحر هذاك الله اعلم. المهم شريناه وكنديروها البنات وصافي. وهنايا البصله البنات على حسب، حيت عندي انا تقليه كثيره، درت البنات جوج بصلات هكا صغارين. كنتي عندك بصله هكا كبيره غتكتفي غير بوحده، ما تكثريش البصله هكا بزاف، تقليه ما كتبغيش البصله بزاف. المهم درت انا غير جوج بصلات هكا صغارين وصافي، وغادي نشحرهم ان شاء الله والربيع. ودرت جوج فصوص ديال الثوم، ديال الثومه راني غادي غتشوفوني هكا غنجبد الشبيكه وغنوريها لكم. غير انا الثومه كنت البنات كنت كندير هكا في السوبر وكنسد عليها. هاد المره كنت خديت هذوك المنظمات ودرتها في هذيك، الثومه كتبقى هكا زوينه وكتبقى منفسه وكتزيد البنات هكا ما كترطابش. اللي درتي هكا فشي سوبيرو زمتي عليها كتزيد كترطاب وبحال اللي كتغمال. ايوا صافي درتها في الشبيكه لان هي كتبغي فاش تفوه. ايوا صافي هنا الربيع البنات خديت غير ربيطه وحده اللي غادي نعدي بها هاد اليومين هادي حتى غادي نسافر. المهم هنا راه نصبت معكم التقليه نهار 2 والثلاثه البنات، كنا غنخرجوا البنات الثلاث اللي كنا غنخرجوا، وجمعت الحويجات هذاك النهار. كنا غنخرجوا في الصباح ديال الاربعاء اللي غتصبح 5 الصباح ديال الاربعاء، ولا راجلي هكا مازال ما كملش ولا زدنا الاربعاء، اما كنا غادي نخرجوا نهار 2. جمعت انا الصالون والكوزين حتى هي كملتها، صافي رتبت كلشي نهار 3 البنات، كلشي جمعت حوايج الدار. نهار 2 فاش نصبت معكم هكا التقليه راني جمعت الصالون وجيت للكوزينه، غسلت الفران، غسلت الماعن، حيدت الماعن اللي غير رجعوا للمجوره، الكيسه اللي كتجابد هكا نهار العيد رجعتهم لبلايصهم، من كل حاجه رجعتها لبلاصتها، بقاو غير الماعن هكا فاش كنشقى. صافي نهار الاربعاء زدنا الاربعاء البنات وليت كملت هكا التطرا في الكوزينه. المهم كلشي راك شفتوني يلا، كنت مخمله الكوزينه، مخمله الدار، مخمله كلشي. لما راح ما جمعتو البنات حتى بغيت نخرج، صافي حتى بغينا نخرج مع 4 الصباح. ما نعسش البنات داك النهار والله ما نعس ولا شفتو،
كملت هكا الكوزينة عاوتاني، حيت لما عن فاش كنا درنا كسكروت، غسلتهم، درت العشاء. هذا كنت بقى لي البنات الثلاجة، ملي قال لي راجي صالها الاربعاء صافي خليت الثلاجة حتى الغد، لي قلت غادي نمسحها ونحيد هكا الا كانت شي خضيرة ولا كانت شي حاجة نحيدها. المهم انا ما كنتش البنات تقديت هكا الخضرة بزاف، ما تقديتهاش بزاف البنات، حيت عارفة راسي غنسافر، كنت غنسافر في السيمانة الثانية من مورا العيد. صافي ولينا اجلنا، زدنا هاد زدنا الايامات ايوا صافي. تجمعت الدار هكا على خاطري. المهم هذاك النهار اللي غنسافر والله البنات ما نعست، صافي غير تعشينا، انا تغسلت المواعن، كملت البيت نعاس في الجميع، حيت الحوايج بحال هكا درتهم اللي غنلبسوهم في الطريق وهكا، حيت حنا كنتمو غاديين كنرتاحو شويه. عرفتوا الداخل راه بعيده البنات، والله البنات هي بعيده وجبده ديال الطريق، ولكن كنصبروا ما عندنا ما نديرو، كنصبروا صافي. ايوا صافي البنات، صافي جمعت بيت النعاس، فرجت. المهم قلت راجي سير تنعس انت، غاتش الطريق سير تنعس تما في البيت. جمعته، خرجت الشوانط، كلشي ديتهم للصاله حطيتهم، راه غنشارك معكم كلشي. المهم راه اللي جمعتها كنديها للصاله، كنحطها تما حيت قريبه للباب، باش ملي يبغي هكا يبغي يهز الحويجات كلشي يلقاهم موجودين. اللي جمعتها كنحطها تمايا. ايوا صافي، نتمنى ان شاء الله يعجبكم الفيديو، اللي وصل هنا كنقولوا ديما دير لايك، ونتمنى ان شاء الله ما تنساوش اللايكات البنات، وما تنساوش البارطاج مع الحباب والصحاب، ونتمنى هكا القنوات بعضياتنا نبارطاجيو هكا بعضياتنا، مهم باش تكبر القناه، لان قناتنا صغيره، وباش نتعرفوا حتى حنايا، وكاينين البنات هكا يعني المحتوى ديالهم زوين. ونتمنى ان شاء الله البنات تدخلوا عندنا وتشوفوا هكا الفيديو ديالي، ونتمنى ان شاء الله يعجبكم ويعجبكم المحتوى ديالي. ايوا هذا ما كنتمنى ان شاء الله ديروا اللايكات البنات، راكم كتنساو اللايكات البنات والله حتى كتنساوهم، واخا الفيديو شوي شوي كيطلع ماشي ديك المشاهده اللي كنبغيو، ولكن الحمد لله. مهم غير اللهم شوي ولا بلاش. ايوا هذا ما كان البنات، المشاهده راه طاحت هاد الايام بزاف البنات، ما كيطلعش الفيديو بزاف. صافي هنا التقليه، صافي حطيتها البنات غادي نتغدى، ودرت الزيتون حتى الاخيره البنات، تبقات ليها صافي فتحت عليها ودرت الزيتون، خليتها هكا شويه تشرب، صافي عاد لحت الزيتون. ايوا صافي، نتمنى عجبكم التقليه، راني فايته مشاركها معكم شحال من مره البنات، نتمنى ان شاء الله تعجبكم. هنا البنات راني كنجمع في الحوايج، صافي هنا كاملت حوايجي وحوايج بناتي، هنا كتبقى غير الشنطه ديالي انايا، غنزيد فيها هكا شي حاجه. صافي ديت غير حويجات هكا خفيفين، ما ديت شي حاجه هكا كثيره اصلا، ما بقاو عندنا حوايج تنمشيو ناخذ شي حاجه. هو المهم هادو غير بيجامات خديتهم، هادو خديت جوج بيجامات هكا طوالين ديال نيت عراضين البنات، ديال التصوار نيت وديال هكا العائله، كتكون ما كتقدريش تلبسي شي هكا شي بيجامه مصيره. ودابا عرفتو مع الصيف كنرتاحو في القنيضرات، والله الا حتى كنرتاحو. صافي هنا بقاو حوايج جانا، هما اللي كنحاول انني نشوف واش غنديرهم. داك الساك الغوزي ما هزهمش ليا، واللي درت ليها شنطه ديالها كنت غناخذ ليها صويك، وقال لي راجلي صافي ديري ديك الشنطه الاخرى. صافي جمعتها، هذه شنطه جمعت فيها حوايج بناتي، وهذه شنطه جمعت فيها حوايج راجلي. الصالون ها هو مجموع البنات كنشاركوا معاكم، ونتمنى ان شاء الله يعجبكم ويعجبكم الفيديو. انا بنتي قالت لي ديري لي الماسك باش يشوفوا الماسك. ايوا صافي هنايا نتمنى ان شاء الله يعجبكم الفيديو ديالي. المهم هنا راه هذاك النهار كنت كنجمع، فاش البنات درت التقليه جمعت الصالون، جيت عاوتاني جمعت بيت النعاس، وبديت كنجمع البنات الحوايج. والله البنات انا اكره حاجه عندي هي نكون غاديه مسافره نجمع الحوايج، والله ملي كتكوني بوحدك راه دغيا كتجمعي حوايجك وحوايج راجلك، ملي كيكونوا عندك الوليدات خاصك شنو غديري ليهم، اشنو ما غاتديش، اشنو ما خصكش تكثري الحوايج، لانك ملي كتمشي تسافري كتجيبي معاكي حوايج جداد، ضروري كتشري ليهم شي حاجه. ايوا قلت انا هاد المره اصلا ما بقاوش عندهم حوايج البنات الصيف، تنمشي ان شاء الله وغناخذ لهم كنيدرات، نزيدهم كنيدرات وناخذ لهم هكا شي لبسات ديال الخروج يكونوا هكا صيفيين. صافي نتمنى ان شاء الله يعجبكم الفيديو ديالي ويعجبكم النهار ديالي شاركته معاكم. صافي هنا شدينا الطريقه البنات، علاش البنات ما صورتش معاكم الطريق الداخله، حيت خرجنا مع الخمسة الصباح معاش خرجنا، وداكشي علاش ما صورت لكمش انا الداخله. توصلت هنا للعيون، هنا العيون وصلنا البنات، نقول لكم شي تسعود هنا، راه كنا فطرنا
فطرنا وصافي غنشدو الطريق هكا للعيون. راجلي هنا كياخد غير واحد الكابل هكا للطوموبيل باش نتموسقو. هنا طريق العيون البنات، هنا قربنا ندخلو للعيون. شاركت معكم طريق الصحراء البنات، واخا هكاك زوينه قادوها، كان دارنا لوطوروط غير هكا عاديه. المهم وسعو بعدا الطريق، راه تبارك الله سالين كيقادو. البنات الصحراء زوينه، غير هي بعيده شويه، غير بالنسبه للداخل ما بين بوجدور والداخله بعيده بزاف. ملي كتلحقي لبوجدور والعيون هما قريبه هكا لبعضياتهم، غير الداخله البنات اللي جبده ديال الطريق، وبنادم ما فيها بات يخرج يسافر ويكتشف المدن المغربيه. راه زوينه البنات، راه الصحراء حتى هي كل مدينه وهذا وسبحان الله والجو ديالها. الصحراء البنات الجو ديالها زوين كيكون برد، ولكن ملي دخلنا البنات العيون البنات لا لطنط البوجدور عاتي ضربنا الصهد، كاين العجاج وشويه كاين غير العجاج. دخلنا للعيون شويه مزموته العيون، اي واحد ما كان. دخلت للعيون البنات وكان كنسلم على واحد اليوتيوبرز كتدخل عندي، عالم ام سعد، عالم وفاء ام سعد، عالم وفاء ام سعد. كتدخل عندي القناه كنسلم عليها كنقول ليها الله الا دخلت، قلت الراجلي راه كاينه واحد البنت هنا كنعرفها في يوتيوبرز دايره قناه، ويقول لي شنو دابا بغيتي تمشي عندها؟ قلت لي لا قلت لك راه كاينه. ايوا المهم هنا دخلنا للدخل ديال العيون، العيون زوينه البنات حتى هي زوينه ونقيه تبارك الله، وتنقات البنات وكبرات تبارك الله زوينه العيون. المهم اي مدينه هنا في الصحراء كلهم زوينين البنات، كلهم غزالين. ايوا شدينا الطريق هنا، انا جالسه كنصور لكم هنا دخلنا العيون البنات. ايوا نتمنى ان شاء الله يعجبكم الفيديو، شاركت معكم الطريق ديالي ونتمنى تعجبكم ان شاء الله، وغندير معكم الموسيقى البنات ونخليكم مع الفيديو. ومهم اخر فيديو كنا وصلنا البنات الخفنير، صافي من تما ما حبست ما صورتش معكم لا طنطان، ما صورتش معكم اكادير، اكادير دخلنا هكا بالليل البنات. صافي ما بقيت صورت معكم لا طنطان، صافي عمر لي التليفون، صافي ما بقيتش البنات صورت ليكم. صافي كي قلت لكم البنات صافي ما بقيت صورت لكم، صافي وصلت الخفنير تغدينا، شدينا البنات غير الحوت. المهم غنخليكم مع الفيديو ان شاء الله. وصافي هنايا العيون البنات زوينه تبارك الله، حتى هي مهلين فيها والحمد لله، كاع الاقاليم الصحراويه تبارك الله ولاو مهلين فيها وعاطينها اهميه بزاف بزاف البنات. ايوا نتمنى ان شاء الله يعجبكم الفيديو، كنسلم على وفاء من هنا من الفيديو، كنقول لها نتمنى ان شاء الله تكوني بخير وعلى خير. هي عندها قناه، عندها قناه سميتها عالم وفاء ام سعد، عالم وفاء ام سعد، نتمنى ان شاء الله تدخل عندها حتى هي. واحد السيده ظريفه ظريفه بزاف، وكنعرف واحد جوج بنات عاوتاني من العيون ما عقلتش على السميات ديالهم، متتبعين حتى هما، كنسلم عليهم من الفيديو الا كانوا كيتفرجوا فيا، كنقول لهم المهم راه وصلت للمدينه ديالكم وتفكرتكم، ونتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. يلا البنات نخليكم مع الفيديو، ما نبقاش بلا 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 الهضره راه ما كتساليش. نتمنى ان شاء الله يعجبكم الفيديو ديالي. دابا انا اليوم راه وصلت البنات لهذا الاكادير، غادي نجلس في اكادير واحد 3 ايام البنات، عاد غادي نهود ان شاء الله لاسفي، ان شاء الله غادي نمشيو هكا عند عدوستي، واخا عدوستي هكا باقا ما جاتش، ان شاء الله تجي بخير وعلى خير، بقى ليها والو. وان شاء الله نصور معكم ان شاء الله، ملي نكون غادي هكا لاسفي غنشارك معكم الطريق ونشارك معكم كلشي البنات. ايوا هذا ما كان، ان شاء الله ما نطولش عليكم وانا معاكم. وبنادم مزيان يبدل هكا الجو ويسافر ويخرج وليداته، ودابا وقت العطله ضروري نهرسوا ليهم الروتين ديالهم. تبارك الله العام كامل هما كيقراو، ضروري تخرجيهم، ضروري تبدلي ليهم الجو، ضروري باش ملي تبدا السنه يعني سنه هكا تبدا عاوتاني القرايه، يكونوا فرغوا داكشي الطاقه ديالهم باش يبداو عاوتاني مع القرايه. ايوا صافي هنايا كنقول لكم بالسلامه عليكم، نجيكم فيديو جديد ونهار جديد، ونخليكم ان شاء الله مع كشي
اغنيه. ويلا هالبنات نجيكم ان شاء الله فيديو جديد ونهار جديد معايا، ونتمنى ان شاء الله ما نغبرش عليكم. اي حاجه غنبارطاجيها معكم لهنا في اكادير نقدر نخرج نبارطاجي معكم شي حاجه، المهم نصور معكم البنات، راكم كتعرفوني اي حاجه كنبغي نصورها معكم. يلا هالبنات ما نطولش عليكم بالهضره، بلا 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 الهضره ما تسالش. يلا بسلام عليكم، نتمنى ان شاء الله بارطاجيو القناه، ديري ديروا لايكات البنات اللي وصلت هنا، دير لايك الله يسهل عليك، ديري لايك وتعاوني مع اختك وتعاوني مع حبيبتك. يلا هالبنات نجيكم فيديو جديد ونهار جديد. انا دابا في اكادير البنات، الا كنت كتفرج فيا شي متتبعه من اكادير تكتبها ليا تقول لي مرحبا بك في اكادير. ايوا المهم يلا بسلام عليكم، فيديو جديد ونهار جديد معايا ان شاء الله. يلا باي باي. القمرة طلعت يا ليلى والمشي زيانات، القمرة طلعت يا ليلى والمشي زيانات، بغيت نسافر الليلة كترت أخمامي، بغيت نسافر الليلة كترت أخمامي. القمرة طلعت يا ليلى والمشي زيانات، القمرة طلعت يا ليلى والمشي زيانات، بغيت نسافر الليلة كترت أخمامي، بغيت نسافر الليلة كترت أخمامي. الليلة 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 الليلة. مرحبتي بيكم في بلادي بلاد اجدادي واولادي، مرحبتي بيكم عندنا هون في الصحراء يوقي راهي زينة، وتعلمتي وتحت الطلح نجيبو السجون نلعبو طرح، ونجمعو جماعة تحت الخيام ونقعدو نردو القيفان، وتعالوا نركبو فوق البل لا طريق الزين راهي كل، ونتمو نشربو طريق الزين ولا دم ولا حامدين. حق الله سمعوا لي كلامي من الصحراء نبلغ سلامي، صحراء ما تمرق تخمامي، صحراء ما تمرق تخمامي. صحراء زين الفخلة قير مالك بيها دفيني، من وادك راني ساقي عايش هاني خليني. صحراء زين الفخلة قير مالك بيها دفيني، من وادك راني ساقي عايش هاني خليني. صحراء فخلاق الصحراء، فخلاق الصحراء، فخلاق الصحراء. مرحبا فيك كجي تشوف صحراء من اول اقليم، ناس وموسيقى وتراث القديم، سمع الطبل والجيتار كل ليلة ونهار، الراب والكاف والصغار والكبار. شوف الصحراء والاخيام فيها تحلى الايام، شهور واعوام فيها زدنا القدام، شوف لاليات لبسين ملاحف في النيلة، رجالة بالدرارع مجمع في القبيلة. زين شوفت البل تلزف الاغراض، زين شوفت الخدير يجري في الواد، زين شوفت الخيام صيفها مقاد، يوقي بالصحراء نبغيها انا الزاد، وخيرت بناس كاع ما ناسيهم صغار ولا كبار، سامي ديما ليهم يد في يد تبنيه ونهلاو، نهزو بالصحراء في اي حاجه بخاو. الصحراء زين الفخلة قير مالك بيها دفيني، من وادك راني ساقي عايش هاني خليني. الصحراء زين الفخلة قير مالك بيها دفيني، من وادك راني ساقي عايش هاني خليني. صحراء فخلاق الصحراء، فخلاق الصحراء، فخلاق الصحراء. تعالوا مرحبتي بكم يا خوتي راني حانيكم، من الصحراء راني ناديكم، تعالوا هون ولي بيكم. تعالوا مرحبتي بكم يا خوتي راني حانيكم، من الصحراء راني ناديكم، تعالوا هون ولي بيكم. الصحراء زين الفخلة قير مالك بيها دفيني، من وادك راني ساقي عايش هاني خليني. صحراء زين الفخلة قير مالك بيها دفيني،
من وادك راني ساقي عايش هاني خليني صحرا فخلاقي الصحرا فخلاقي الصحرا فخلاقي الصحرا. مرحبتي بيكم في بلادي بلاد اجدادي وولادي مرحبتي بيكم عندنا هون في الصحراء يوقي راهي زينه وتعلمتي وتحت الطلح نجيبو السجون القطر ونجمع جماعة تحت الخيام ونقعدو نردو القيفان وتعالوا نركبو فوق البل على طريق الزين راهي كل ونتمو شربو طريق الزين ولا دم ولا حامدين حق الله سمعوا لي كلامي من الصحراء نبلغ سلامي صحراء ما تمرك تخمامي صحراء ما تمرك تخمامي صحراء زينك فخلاقي رمالك بيها دفيني من وادك راني ساقي عايش هاني خليني صحراء زينك فخلاقي رمالك بيها دفيني من وادك راني ساقي عايش هاني خليني صحراء فخلاقي الصحراء فخلاقي الصحراء فخلاقي الصحراء. محبتك كنت نشوف صحراء من أول إقليم ناس وموسيقى وصورة شالقديم سمع طبل والجيتار الليلة ونهار راب والقاف والصغار والكبار شوف الصحراء والأخيام فيها تحلى الأيام شهور وأوان فيها زدنا القدام شوف لالاية لبسين ملاح في النيلة رجالة بالدرارة مجمع في القبيلة مزين شوفت البل تلزف الأغراض مزين شوفت الخدير يجري في الواد مزين شوفت الخيام صيفها مقاد يوقي بالصحراء نبغيها نزاد وخيال شوف ناس ما ناسيهم صغار ولا كبار سامي ديما ليهم يد فيه نيبون اهلاو نهزو بالصحراء في اي حاجه بخاو الصحراء زينك فخلاقي رمالك بيها دفيني من وادك راني ساقي عايش هاني خليني الصحراء زينك فخلاقي رمالك بيها دفيني من وادك راني ساقي عايش هاني خليني صحراء فخلاقي الصحراء فخلاقي الصحراء فخلاقي الصحراء. تعالوا مرحبتي بكم يا خوتي راني حانيكم من الصحراء راني ناديكم تعالوا هون ولي بيكم تعالوا مرحبتي بكم يا خوتي راني حانيكم من الصحراء راني ناديكم تعالوا